درخك القى اليوم في البريمارك هاد السبيبطات اللي كنت شاركت معكم البنات المره اللي فاتت 22 اورو، اليوم اختي غيبقاو لكم غير ب 10 اورو البنات، 10 اورو صنيدلات اختي ديال العرس، ما جايين غير العرس والمناسبات، هادو تما البنات غيبقاو لكم غير ب 10 اورو. هي الجديد ديال بريمارك جابوا لكم هاد لونسومبل هذا، شوفوا يا البنات السريويل كيجي عريض غزال، اول مره تلقى هاد الموديل هذا ومع لاشيميز ديالو. اختي ماشي غير انت اللي تهزي الصاك، حتى البنيات الصغار جابوا لهم لي صاك ديال العيد مع الصنيلات ديالهم كيجيو كيحمقوا. هذه اختي كسوه كامله مكموله ديال العيد، شوفوا لي البنات كسيوات غير ب 5 اورو زوينين. هانتي اختي تاخذي فكره العيد، شوفوا لي اختي هذا لونسومبل هذا كيحمق، قال لكم ديروا اختي جام، ديروا لاختكم اسماء لايك. الرأي ديالكم في المشتريات ديال سجود للعيد، خديت لاختي هاد السبابيط هذا مع هاد اللوجيلي هذا، وغادي نزيدها غوب بيضه، غادي نزيدها كسيوه بيضه. الشهاد الجديد كنلقى اليوم في البريمارك جابوا لكم هاد لي صاك هادو غزالين يا البنات ديال الجين مع الصنيدلات ديالهم، الجديد كيحمق اليوم في البريمارك. كوني هاد لي فيست هادو اليوم في البريمارك دايرين فيهم البنات التخفيض، غيبقاو لكم غير ب 10 اورو، 10 اورو البنات هاد لي فيست هادو ديال هاد الوقيته ديال فصل الربيع، وكاين هادو ديال الكشمير حتى هما البنات غادي يبقاو لكم ب 20 اورو، راه ما كاينش الثمن ديالهم. اهلا وسهلا الغزالات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مول البنات كنبدا لكم الفيديو دائما هنايا على برا بريمارك باش تشوفوا المغازا. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش بريمارك قول لي شكون ما كيعرفش اسماء بريمارك. مول البنات بريمارك جيت لي اليوم ديال كريتاي سولاي، صراحه تيعجبني كبير وفيه كل شيء، يعني تنقولها لكم دائما البنات اي حاجه بغيتوها كتلقاوها فيه، يعني ما شاء الله راه عرفتوا جايبين بزاف ديال الجديد، لا كوليكسيون جديده يا اختي ديال بريمارك، الغوز بيبي يا اختي خارج الا مود طوندونس دابا اختي، هو هذا حاط لكم اختي على الباب لي فيست يا اختي، شوفوا لي لي فيست ديال الربيع يا البنات. انا بديت لكم على برا والله مازال ما دخلتش لداخل، مازال ما شفت شنو كاين في الجديد البنات، والله ما عرفت شنو كاين في الجديد. يلا اختي دخلت على الدخله قلت غادي نبدا لكم هنايا، شوفوا البنات هاد لي فيست كيجي جابوهم كيحمقوا غزالين، شوفوا البنات الثمن ديالهم داير لهم 36 اورو 36 اورو، شوفوا الشكل ديالهم كيجيو زوينين. عرفتوا بزاف ديال الجديد جابوا لي ما في البريمارك، الغوز بيبي يا اختي الغوز، شوف اختي شوفي لي الجديد. ها انت اختي حاطه لكم هاد الساك ديال الجين، اول مره تلقى هاد الموديل هذا، اول مره تلقى هادشي كامل، هاد لا كوليكسيون جديده. عندي شحال هادي ما صورت لكم البنات، كي دايرين بعدا اش كتعاودوا كلشي بخير، شحال هادي ما صورت لكم هنايا في البريمارك. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. جيت اختي نبارطاجي معكم شنو كاين في الجديد. اختي هاد لي ساك هادو داير لهم 14 اورو، لا كوليكسيون جديده ديال بريمارك مع هاد الصنيدلات، ها انتم البنات مع الصنيدلات ديالهم غزالين كيجيو فنين. الصنيدلات اختي ديال الجين 18 اورو والساك ب 14 اورو. البنات جايبين عرفتوا الجديد كيحمق، انت اختي شوفوا بداك لي الصنادلات هادو غزالين البنات، شوفوا 18 اورو كيجيو هكا دومي طالون. عرفتوا البنات حيت معاها شحال ما جيتش هنايا، عرفتوا لقيت بزاف ديال الجديد، حاطين هاد السويتات هادو راه حاطين حتى الصنادلات ديالهم، هاد لي ساك انا غنشوف من الداخل وحاطين لهم السبيبطات ديالهم. ها هما البنات حاطين هاد الساك هذا، حاطينو معاه هاد السبيبطات هادو، كيجي معاهم اسورتي زوين 14 اورو، وكاين حتى الصنادلات، الصنادلات دايرين ليهم الجديد اختي ديال بريمارك 20 اورو. حتى كنقول غندخل غادي نبدا لكم هكا في الحوايج ديال الملابس ديال الوليدات الصغار، ولكن غنطلع نشارك معكم الحوايج ديال العيد، حيت بزاف البنات اللي بغاو حوايج العيد ان شاء الله غادي نشاركو معكم. هادو البنات كاين في الجين بالنسبه لهاد السبيبطات 14 اورو، كاين اختي في هاد الجين هذا وكاين في هاد الغوز. البنات جايبين هاد الكسيوات هادو ب 20 اورو اللي ليهم 20 اورو، شوفوا كيجيو طوال حتى لتحت. هنا جايبين هاد الصبابط البنات، انا باقا غير الدخله باقا ما دخلتش لداخل ما شفتش شنو كاين، حاطين هاد الصبابطات هادو ب 14 اورو، كيجيو بحال هكا ديال الشبيكه على هاد الشكل، كاين هكا في الباج، كاين اختي في الكحل، كاين هادو في الارجونتي البنات ها انتوما 14 اورو، وكاين في الكحل النوار. شوفوا لي اختي الجديد ديال بريمارك جابوا لكم هاد اللبسات هادو، عرف بزاف البنات اللبسات انا غنوريهم لكم، كاينه هاد اللبسه هادي البنات شجعوني بلي لايك ديالكم هاد الايامات، راه ما عرفتش شنو كاين عندي في القناه ما تيطلعوش الفيديوهات عند الناس، يعني ما عرفتش شنو البنات والله القسم باقا ما عرفتش شنو كاين، حيت الاشعارات ديال الفيديوهات ما كيطلعوش، عاد غادي نتواصل ان شاء الله مع اليوتيوب باش نعرف شنو اللي كاين وشنو واقع عندي في القناه، حيت الناس ما كيطلعوش لهم فيديوهات ديالي، كنحط الفيديوهات دائما ولكن ما تيطلعوش. غادي ان شاء الله نتواصل مع اليوتيوب حيت يعني هذه خدمه وكندير مجهود وكنعطي يعني المجهود ديالي يعني خدمتي، يعني ما عرفتش علاش الفيديوهات ما تيطلعوش للناس يعني ما كيشاهدوهمش، حيت دابا بزاف الاخوات اللي دخلوا عندي وكيقول لي اسماء، يعني كليانات كيتقدموا من عندي كيقول لي اسماء راه لي نوتيفيكاسيون باردون الاشعارات ديال الفيديوهات ديالك ما تيطلعوش لينا.
ما عرفناش علاش. يعني راه ديجا ابوني عندك وكنتفرجوا دائما الفيديوهات ديالك وما كيطلعوش لينا. البنات اللي غادي يدخلوا اول مره معايا القناه جداد، تنقول لكم مرحبا والف مرحبا، تابوناو باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. واللي مازال ما تابوناش تابونا، واللي مابونيت ديزابونا وتعاود تابونا من جديد باش يطلعوا لكم هذا الاشعارات ديال الفيديوهات. الاخوات اللي غادي يسولوا على الكليانات زعما اللي غيكونوا معايا جداد، غيقولوا الكليانات غادي يسحب لهم زعما كندير توصيل ديال الملابس ديال بريمارك. لا البنات عندي السلع ديالتي كنبيعها وابارت شي ديال بريمارك. بالنسبه للاخوات اللي بغاو شي حاجه ديال بريمارك غنخلي لكم النمره ديال الاخت ميليسا، راه كدير التوصيل في اي بلاصه فين ما كنتي كدير لك التوصيل، يعني في لايف ريزو في جميع انحاء العالم ماشي غير اوروبا. البنات كاين هاد لي شال هادو ديال ليكرا واعرين غزالين عجبوني المره اللي فاتت بارطاجيتو معكم. بالنسبه لهادشي ديال الاخوات المحجبات يعني كلشي كاين ما شاء الله 5 اورو البنات، هادو 5 الباج وكاين الكحل. لونسومبل اللي قلت لكم غنبارطاجي معكم بصراحه عجبني 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 فني البنات غزال. عرفتوا التوب ديالو حريري كيجي اختي السروال وكيجي معاه لاشوميز، لاشوميز كتجي ب 20 اورو والسروال كيجي لارج البنات هانتوما كيجي لارج غزال الثمن ديالو 20 اورو. البنات دخلوا بزاف ديال الجديد. بالنسبه لي صندال هادو دخلوا اليوم في الغوز كيحمقوا عجبوني هاد اللوين الغوز، داخلين فيهم اللوينات كاملين هانتوما الثمن ديالهم هادو البنات راه دايرين ليهم 6-9 اورو، كاين في الارجنتي وكاين في الغوز. هنايا البنات غادي نشارك معكم هاد لي فيست هادو زوينين الثمن ديالهم داروا ليهم 10 اورو، اللي كان الثمن ديالهم البنات ماشي هو هذا يعني نقصوا فيهم داروا ليهم 10 اورو. هادو زعما ديريهم تلبسيهم فهاد البقيسه ديال الصيف ديال الربيع اسمحوا لي، يعني باقي وليا باقي اسماء الصيف. كاين هاد لي شوميز هادو اللي حمقوني باقا البنات ما سهلش عليا الله نطلع الفوق باش نبارطاجي معكم شنو كاين في الجديد الفوق عند بون الحويجات ديال الدراري الصغار. هادو ب 14 اورو البنات، كاين هاد الموديل وكاين هاد الموديل هذا كيبقاو لكم ب 14 اورو 14 اورو زوينين الشكل ديالهم، وكاين هاد الموديل هذا غيبقاو لكم غير ب 6 اورو. شوفوا البنات هادو لي شوميز غيبقاو لكم ب 6 اورو، هادي لاتونيك 6 اورو البنات هنايا في البريمارك راه عاد راه رخا. شوفوا لي الكسيوات هادو عجبوني الشكل ديالهم كيجيو طوال تل تحت البنات، كاين في الغوز وكاين هاد اللوين هذا شو كيجيو طوال هادو كيجيو بالسميطات شو على هاد الشكل هذا زوينين البنات هادو الثمن ديالهم دير ليهم 20 اورو 20. ولقيت البنات هادو تا هما هاد لي تونيك هادو تا هما زوينين عرفتو 6 اورو باش غيبقاو لكم البنات هادو 6، كاين هادو كاينين هادو هادو تا هما هادو 5 اورو باش غيبقاو لكم البنات 5 غير فرونشمون غزالين والثمن ديالهم رخيص. البنات باقا ما طلعتش الفوق لقيت هاد الكسيوات دير ليهم 16 اورو ديال ايلو كيتي ديال البنيات غزالين بغيتو هكا لبنياتكم العيد زوينين. هادو حاطينهم هنايا لتحت عاد غادي نطلع الفوق، هنايا كما كتشوفوا راه حاطين بيجامات هادو دير ليهم 10 اورو بحق سخيخنات هادو دير ليهم 10 اورو من 21 غيبقاو لكم ب 10. البنات طلعت الفوق وانا نتفاجئ شوفوا لي يا اختي شوفوا لي الجديد يا اختي ديال الوليدات ديال لي كارسون ديال لي في. عرفتوا غادي نبارطاجي معكم شي حاجه ديال الحمر، عرفتوا دابا ما نكذبش عليكم دابا اختي كنستاهل لي جام غادي نعطيك واحد الجديد ديال غادي يعجبك. هذا اختي راه صافي طالع لي الدم قال لكم ما كديروش جام الاسماء، خصكم ديروا جام، خصكم ديروا لايك، خصكم تشجعوا، خصكم اسماء دايره معكم مجهود كبير جايه خصايمه وكتشارك معكم الجديد وانت باركه اختي في الدار ديالك وكتشوفي اختي شنو كاين في البريمارك. هاد لونسومبل هذا ديال لي كارسون 11 اورو 11 اورو قلت لكم راه طالع لي الدم. هذه اختي كسيوه ب 5 اورو البنات شوفوا لي 5 اورو كسيوه كاينه هذه حتى هي عجبتني هذا الشكل هذا حمقتني البنات هذه الكسيوه. خذوا لوليداتكم في هذا القيصه عرفتوا ملي كتبقى سيمانه راه كلشي جري ما تجري واختي هنايا الصاك والصنداله يا اختي يا اختي وماشي اختي انت اللي تلبسي سميتو الصاك راه حتى البنيات الصغار داروا لهم السويكات ديالهم 6 اورو مع الصنيدلات هي البنات غزالين 13 اورو فنيين حاطينهم هنايا زوينين البنات. شوفوا لي هذا الجديد عرفتوا كيحمق البنات هنايا هادو الفوقان يعني بحال هكا كتجي بحال التيشورت مع السريويل ديالها. شوفي اختي السريويل ديالها غزال غزال انا بنتي تتحمق على هذا الشيء كيعجبوها فحال هاد الموديلات كتحمق عليهم ولكن ملي كتكون البوط عريان ما تتبغيش كتقول لك ماما حرام نقول لها عندك الحق بنيتي حرام تعلموا وليداتكم من دابا ماشي يعني داك البوط عريان صافي يعني لا الا كتقولي وا صافي راه غير باقا غير صغيره معليش لا هذاك الشيء راه كيكبروا عليه
ربيتيهم علاش ما ربيتيهم علاش ما كيكبروا فهمتوا البنات؟ هذه هكا نصيحه مع اختكم اسماء وصافي. شوفوا لي اختي السويكات اختي زوينين ديال هكا العيد 6 اورو غزالين. كاين اختي هذا اللونصب عرفتي كتقول واحد البنيته ماما جاتني بحال بنتي حق الله توحشتها عرفتي كنجي ديال الفيديوهات مني عرفتو كنتوحشها والله. الله يخلي لي بنيتي ووليداتي ووليداتكم كاملين يا ربي. الله يسمحنا من الوالدين. 13 اورو البنات هذه اللبسه هذه كتجي سلوبيت و التيشيرت ديالها صافي. انا رجعت معكم البنات عرفتو عاد تفكرت الوالدين سبحان الله. الله يسمحنا من الوالدين صافي والله. ايوا الحمد لله. شوف البنات هاد السراول هادو ب 8 اورو هادو ديال الجين كيجيو اعراض. قولي كنتي ضاحكه دابا اسماء توليتي كتبكي. الله يسمحنا من الوالدين والله. كتهضر معايا ماما مسكينه بعد المرات كتقول لي بنيتي راني توحشتك وتوحشتك بغيت نجي عندك انت واختك حيت كاينه انا واختي هنايا في فرنسا ولكن هي في طاليان ولكن ما مساعداش الوقت دابا. ان شاء الله قريب 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 غيخرجوا ليها الوريقات ديالها غادي تجي ان شاء الله عندي انا واختي هنايا. هي دابا راه عند خوتي في ايطاليا. ايوا الله يخلي لكم والديكم كاملين والله يحفظهم لكم اللي ميتي ليها الله يرحمهم ويوسع عليهم ضيقة القبور الحمد لله. بون البنات سمحوا لي والله لا سمحوا لي تنبغي نعطيكم دائما الطاقه الايجابيه ونضحك معكم ولكن كتجي هذوك الاوقات يعني سبحان الله يعني كتفكري اللي عزيز عليك والوالدين ما كاينش عز منهم وحق الله من بعد الوالدين والله سبحانه وتعالى ما كاينش اللي عز منهم والله الحمد لله. بون البنات هاد التريكوات هادو لي جيلي ب 8 اورو دير ليهم 8 اورو كيجيو زوينين هادو عجبني الشكل ديالهم بحال هكا العيد كيجيو غزالين بحال هكا البنيات. السويكات هادو ب 11 اورو غنوريكم ديال لي كارسون. هانتوما البنات بحال هنايا حاطين هادشي ديال لي كارسون حاطين هاد لاشيميز هادي 8 اورو هادو من 0 حتى ل 36 شهر. وكاين البنات هاد لا شورت هادو لي شورت ب 7 اورو البنات 6 اورو. شوفوا لي اختي هنايا اللبسات غزالين ولكن هادو من 0 حتى 36 شهر. عاد غنوريكم سميتو هذا كيجي لونسومبل البنات بالشورت ديالو دايرين ليه الثمن غنقول لكم الثمن 13 اورو البنات 13. كاينه عاوتاني هاد اللبسه بحال اللي وريتكم لابسه المانكا 11 اورو زوينه عجبتني. شوفوا لي البنات هاد الكسيوات هادو ب 3 اورو 50 350 عرفتو عجبوني تيعجبني هاد هيلو كيتي كي فنين ديال البنيات. حمقوني البنات هانتوما شوفوا لي هاد لي جيلي هادو دايرين ليهم 10 اورو البنات في الحمر في الغوج. وكاين اختي هاد الصبيبطه تيويتي ويتي على مزويناتهم. انا المره اللي فاتت ما لقيتش قد بنتي والله البنات كل لقيت قد بنتي ناخذ ليها واخا 24 شهر باش يلاه حيت رجليها شويه كبار. المره اللي فاتت ما لقيتش ليها البنات 24 والله لقيت من 12 18 غادي يجيها شويه صغير كل لقيت ليها 24 دابا تنشوف تنهضر معاكم كل لقيت 24 ناخذوا ليها البنات والله زوين حمقني حمقوني هاد السبيبطه تاعها. وشوفوا لي الثمن ديالهم غير ب 4 اورو 50 والله البنات الا فريمون الثمن ديالهم رخيص 450 الثمن ديالهم يعني ما غاليش. كاين اختي هاد لي شابو هادو دايري ليهم 7 اورو 7 اورو ديال البنيات زوينين حمقوني مع هاد الجيلي هذا في الغوج عرفتي كيحمق غزالين. البنات عجبوني والله خديتهم ليها ما نكذبش عليكم خديتهم لبنتي. قولوا لي الراي ديالكم في المشتريات ديال السجود غادي نزيدها كسيوه عجبوني غادي نزيدها يمكن كسيوه في الابيض يمكن على ما اظن غادي نزيد هذه الكسيوه هذه والله ما عرفت بغيت كسيوه في الابيض. شوفوا البنات قولوا لي الراي ديالكم نتوما عجباتني يعني نزيدها كسيوه في الابيض تجيها غزاله مع هاد اللبسه هادي. يلا عطوني رايكم في المشتريات ديال السجود يا اختي كلشي كيعرف السجود. اللي تتلاقى معايا تقول لي كديري السجود اللي كتدخل عندي الكليانه ديالتي كتقول لي المستبعات ولا الكليانه ديالي تقول لي كديري السجود. الحمد لله لاباس عليها ربي يحفظكم كاملين يحفظ لكم وليداتكم يا ربي. البنات هانتوما شفتكم هنايا الصنيدلات عندهم فنين هذا اللي كان حاطينه مع الصبيك ديالو ب 13 اورو. كاين هذا الموديل هذا ب 13 كاين بزاف ديال الموديلات غزالين اختي مفرطه في الحويجه ديال بنتي كنقلب لها على شي كسيوه في البيض عجبتني بحال هكا معاهم كسوه في البيض. كاين هادو ب 10 اورو غيبقاو ليكم حمقتني حتى هادي البنات عجبتني والله الا عجبتني فنه غزال. هاد الموديل هادي 13 اورو البنات هادي 13 اورو البنات كندور كنلقى هاد السريولات هادو كانوا 13 رجعوهم 5 اورو ديال الجين رجعوهم 15 اورو هاد سميتو. وهنايا شوفوا البنات هانتوما هاد لي تيشيرت داروا ليهم 8 اورو جوج ديال لي تيشيرت. البنات شوفوا شنو كنلقى كنلقى هادو ديال القدام زوينين هادو حرشين دابا تنشوف فيهم هكا حرشين البنات. كاين عاوتاني هاد الموديل هذا 2 اورو 50 وهادو ب 2 اورو. لي ماسك كاملين ديال الوجه
اورو 50 انه غيكون في البنات ديال الوجه اورو 50 ها هما ندير لكم من اورو 80 غيبقاو لكم اورو 50 الصباغه ديال الاظافير 50 سنتيم البنات هانتوما حيت معنا مني كملت الفوق ديال الحويجات ديال الدراري الصغار قلت غادي نشارك معكم هنايا لتحت صافي غادي نخرج نمشي في حالاتي هنا كاين هاد لي بغوس هادو ب 4 اورو كاينين هادو البنات حتى هما شوفوا ليا هادو تما راه ما غاينينش اورو 80 هادو ديال بحال هكا ديال البغوشينك اورو 80 يعني الثمن ديالهم راه ما غاليش البنات هانتوما هادو بأورج اورو 50 هادشي كله راه كاين البنات في اكسيون اكسيون بري مارك مشيت مع اكسيون يلا البنات خليت لكم راحه الله نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم مع فيديو جديد وبسلامه عليكم.